سمعت البعقلي؟ حلاوة البعقلي حلاوة. طبعا نشكر دي جي وولف على هالأغنية الحلوة اللي صراحة طبعا أبو حسين دائما يتحفنا يحط لنا شغلات حلوة ريمكساتها عجيبة. حمد في اتصال. ألو خالد. ألو. هلا حبيبي. هلا والله. حياك الله. مبدعين الشباب مبدعين. بعد قلبي ما قصرت حبيبي مشكور. الله لا يخلينا من خفة دمكم. آمين يا رب العالمين. ما قصرت حبيبي خالد. شلونك؟ بس بخير والله الحمد لله. قول لي بس شنو هذه بس. بس فيها إنا. إيه فيها إنا. إيه إيه. بس زين بنسأل بس عن برنامجكم ديوانية الشاهد وينكم ما تبينون؟ ديوانية الشاهد؟ ما عندنا ديوانية. ما تبينون؟ قصدك مقهى الشاهد. قهوة الديوان. قهوة الديوان. قهوة الديوان. دوري قهوة الديوان. والله اعتزلنا. اعتزلنا. لا موجودة موجودة. بابا موجودين يعني أنت لو كل سبوع يعني كل يوم يتعالى يشوفنا. يعني وين مشينا إحنا قاعدين كنا وين موجود. موجود. أبو جامعون موجود. أبو خسرون موجود. أوكي حلو حلو. كل موجودين. أنت وينك؟ أنا موجودة والله. وين رايحة الحين أنت؟ شو أخبارك؟ وين رايحة شو أخبارك؟ عرفت اللي يحفظ لك القاموس كله؟ سمعت أنت مال هذا موضوع مال حلقتنا؟ أي أيوة والله سمعته. زين شو رأيك مثلا أنا عندي هوايا. هوايا أيه. كل يوم أنا يطبخ جدر قاش. حلو. يعني مو خلي. هوايا زين في فلوس يطلع واحد تمارس. لا لا لا, لا, لا ما مو سالفة فلوس. أنا مو سالفة فلوس. أنا مخلص خزرة مال الكويت كله على جدورة القاش. قلت باليوم 3000 تومان دينار عشان يسوي قاش. حلو. أنت عندك هواية كذي؟ أنا في هواية والله. يلا قول شنو. شنو هوايتك؟ زين أنا هوايتي تمثيل. تمثيل. تمثيل بس التمثيل عندنا يعني ما يكلف ترى. ما يكلف ترى. ما يكلف ممكن مره ما يعطي. يعني هالهوايه ما اتعب عليها. ما تكلفني لازم اتعب عليها بس. زين ايش رايك مثلا حمد من هواة الطيور الحره؟ كله حمد. الصقور والسوالف. حمد من مده شاري له صقر ب 160 الف يورو. حلو. ايش رايك؟ حلو اي بوشك مصدق مصدق مشكله. والله طعطع صرخ وين وصل. زين حمد قبل مده شاري له صقر ب 160 الف. ايش رايك بهالناس اللي نفس حمد؟ حمد شكو تجيب طاريه يا خلي فلوسكم والصيف جاي مستناس ترى تسوي شيء. والله هو زين نفرض شوف يعني مثلا واحد مثل جاسم شاري له تيس الله يعز السامع ب 60 الف. يقول لك التيس هذا يسولف اسوي مندي اشتريه. يسولف تيس يسولف اي يسولف. لا لا وي لا واخر شيء ايوع اسوي مندي ايش رايك؟ لا لا حلو بس تعزمنا على المندي عاد. حاضر حاضر حاضر. حبيبي اخوي خالد مظفر شاكرين لك على اتصالك بوليد. بس نهدي اي لحظه خل اقول لك شنو الاغنيه عشان تهديها. اوكي حلو بس سعيد مشعل العروي العسل اللي هو انت تهديها حق منو؟ اهديها حق عبد الرحمن الاسود ومحمد الشطي. استاهلون. وام العزيزه الغاليه. استاهل والده. وابوي العزيز الغالي ما نستغني عنه. يستاهل الوالد يستاهل. وحق احلى قناه بالكويت شاهد. تسلم مشكور يعطيك العافيه شاكرين لك اخوي بوليد خالد مظفر وشاكرين على اتصالك ورحابه صدرك الصراحه. لا ياخذ يعطي إيه غير عن وكم واحد ببالي. عندنا اغنيه مشعل العروج العسل. العروج العروي العروي احنا نقول بس مكتوب العروج. اي 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 نسمعها يلا العسل. لا لا ليش تقول عسل؟ منو هالعسل مر جنبي قشعرني مثل المطر جاني وانا غامي من شاف قلبي عورني لما تبسم صبت عظامي هالعسل مر جنبي قشعرني أبي مثل المطر جاني وانا غامي أبي شاف قلبي عورني مسكين صبت عظامي كلمتها وقالت لي الله
بالروح لما لقيت لقيت انا نفسي يا ابي العسل مرجم عايش نهاره وليلة شوق يسقي الورود وتنبت أحلامه أنا أشهد إنه بالهوى مرزوق اللي يشوف أحبابه قدامه وعايش عايش نهاره وليلة شوق شوق كل شيء على الدب كل شيء كل شيء من محمد هلو قاعات ودف هلا والله هلا محمد شلونك الحمد لله حياك الله حييك وينك محمد هلو مو ترى انا سالك مو مباحث تحقيق بس قاعد اسالك وينك خلاص يبا مو وينك شلونك والله بخير الحمد لله زين الحمد لله وينك محمد لا لا قاعد تبلشون يعني لا 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 ما انا بنبلش احنا قاعد نسالك وينك بس انت قاعد تضحك قاعد تضحك وينك يعني بالديوانيه